بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واضح؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مستمعينا الكرام، لقاءنا اليوم إن شاء الله بيكون بعنوان: هل طفلي لديه اضطراب فرط حركة أم اضطراب طيف توحد؟ مع الدكتور حبيب التكروني، استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين. حياك الله دكتور حبيب معانا في لقاءنا اليوم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبسم الله نبدأ. في البداية أحب أقدم شكري عبر باقات أرسل أولها لجمعية إشراق اللي استضافتني للمرة الثانية هذا الشهر، وثانيها شكر خاص لزوجتي لدعمها وتشجيعها ووقوفها بجنبي. ثالثها لشكر خاص للدكتور بشعل السلطان، اللي أتمنى أنه يسعف الوقت اليوم يكون حاضر معنا. دكتور مشعل السلطان زميل عزيز من دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، مستشفى الجليلة. الباقة الرابعة للدكتور محمد القحطاني، أستاذ الدكتور محمد القحطاني، أعتقد أنه معروف لديكم وله مساهمات عدة في الجمعية وغيرها، أسأل الله أن ينفع به. كذلك أقدم باقة شكر خاصة للأستاذة أسماء الحربي، أخصائية نفسية، ساهمت بشكل كبير بصراحة في إعداد هذا اللقاء. وشكر خاص أيضا للدكتور أنور الحمادي، لأنه أحد كتبه اللي ترجمها له كتاب ترجمة للدليل التشخيصي، النسخة الخامسة للاضطرابات النفسية، فاعتمدنا عليه كثير في تحضير لهذا اللقاء. شكر خاص لكل الأهل والأصدقاء على دعمهم ودعواتهم. شكر خاص للمغردين اللي أثار حفيظتهم هذا الموضوع حتى قبل ما يبدأ، وبدأوا يرسلوا بعض التغريدات. هذا الموضوع أثار حفيظتنا أساسا، يعني حتى من قبل ما يثير حفيظتكم أنتم، فنشكركم على اهتمامكم. وشكر لكل الحاضرين والمستمعين. الحقيقة ربما كثير من الناس يريدون أن يسألوا أسئلة، لكن لعل الوقت يسعفنا للإجابة على أكبر عدد من الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد ما نخلص اللقاء. طبعا في البداية، أنا الدكتور حبيب التكروني، استشاري الطب النفسي أطفال ومراهقين، وأعمل في مستشفى الملك عبد الله الجامعي بجامعة الأميرة نورة. مستشفى الملك عبد الله الجامعي في مركز نمو الطفل، يقدم خدمات جيدة حقيقة للأطفال اللي لديهم اضطرابات نمائية، وتعلمنا من هذا المركز الكثير. شكرا لكل العاملين في مركز نمو الطفل في مستشفى الملك عبد الله الجامعي بجامعة الأميرة نورة. طبعا بداية الفكرة في هذا الموضوع نشأت من العمل التعاوني بين مستشفى الملك عبد الله وجمعية إشراق. كان بيننا مذكرة تفاهم وعمل تعاوني اشتغلنا فيها، و بدأنا نلاحظ بعض الملاحظات من العمل، من أهمها دعم المرضى المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. وبالتالي بدأنا نواجه بعض الصعوبات والتحديات، فاخترنا منها اليوم عشان نعرض تحديات التشخيص. طبعا تحديات التشخيص هي المغزى الأساسي من هذا اللقاء. المحاور فيه ثلاثة رئيسية: معرفة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وكيفية التشخيص والتحديات المصاحبة. والمحور الثاني معرفة اضطراب التوحد، كيفية تشخيصه والتحديات المصاحبة والفرق بين الاثنين. ونستعين ببعض عبارات من أفواه الوالدين، كيف لما نيجي الأب أو الأم عندنا في العيادة يوصف التصرفات أو السلوكيات اللي ابنه اللي تظهر على ابنه، وبالتالي نحن نحكم بناء على وصف الوالدين هذا السلوك صادر عن فرط حركة أو هذا السلوك صادر عن تشتت انتباه. وهنا في الحقيقة تكمن تحديات التشخيص، لأن نحن نعتمد بالدرجة الأولى على الطريقة اللي يوصف بها الوالدين السلوك حق طفلهم. فمن أفواه المرضى أو من أفواه الوالدين هو مغزى التشخيص الرئيسي. أنا كطبيب، أنا ماني عايش مع الطفل، أنا أشوفه لمدة ساعة أو ساعة ونص بالكثير، أجلس مع الطفل دقائق معدودة، وأجلس مع الوالدين كذلك دقائق معدودة، وأسمع منهم وألاحظ، ألعب مع الطفل، أسمع منه شوية، أحاور إذا كان يعرف يتكلم ويتحاور، ألاحظ عليه بعض السلوكيات اللي تظهر.
لكن الوالدين هم الأكثر عايشين معه 24 ساعة في البيت وفي الشارع وفي المركز وفي المدرسة وغيرها من الأماكن يعني. طيب إذا في البداية نبدأ باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، كتعريف هو أحد اضطرابات النمو العصبية، يحدث في مرحلة الطفولة ويستمر حتى مرحلة البلوغ، وأحيانا يمتد إلى ما بعد البلوغ ومرحلة الرشد، ولكن بأشكال مختلفة وأعراض مختلفة، تختلف في الحدة وتختلف في الظاهر، يعني في كيف تظهر على المصاب بهذا الاضطراب. كيمياء يعني بيولوجيا أو على مستوى الجسم، في هناك موصلات كيميائية عصبية في الدماغ يصير فيها بعض الاختلال. هذه النظرية اللي توصل إليها العلم إنه سبب ظهور هذه أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال أو لدى المصابين به حتى البالغين، هو وجود بعض الاعتلال في الموصلات الكيميائية في الدماغ، وخصوصا في قشرة الفص الأمامي اللي هي مسؤولة عن التفكير، مسؤولة عن التخطيط، مسؤولة عن الترتيب، مسؤولة عن الوظائف الحيوية العالية للإنسان في حياته، وليس الوظائف الحيوية في جسمه. طيب عشان أشخص أي مريض بـ ADHD أو بفرط حركة وتشتت انتباه، لابد عندي شروط. الشرط الأول إنه أنا عندي خصائص لفرط الحركة وعندي خصائص لتشتت الانتباه. هذه الخصائص عددها 18 مقسومة بالتساوي بين فرط الحركة وتشتت الانتباه، فلفرط الحركة 9 ولتشتت الانتباه 9. عشان أقول إنه هذا الطفل مصاب أو هذا الشخص مصاب بفرط حركة، لابد على الأقل أن يعني يتوفر في هذا الطفل 6 خصائص من 9. وعشان أقول، ونفس الكلام ينطبق على تشتت الانتباه، 6 خصائص من 9. هذه الخصائص تكون منتشرة في مع الطفل في كل مكان، يعني إذا راح البيت موجودة، إذا راح المدرسة موجودة، راح زيارة الأهل والأقارب موجودة، راح نادي موجودة، في الحارة موجودة، في المسجد موجودة، في سينما، في كل مكان يتجه إلى الطفل هذه الأعراض تصاحبه. طيب لو كانت الأعراض موجودة في مكان واحد بس ما هي موجودة في المكان الثاني، معناها إن المشكلة ليست في الطفل، وإنما المشكلة في المكان اللي يكون متواجد فيه الطفل، يثار بشكل ما فتظهر عليه هذه الأعراض. فأنا عشان أشخص لابد أن تتوافر الأعراض هذه في أكثر من مكان. الشرط الثالث إنه تظهر الأعراض قبل سن 12 سنة، قبل سن 12 سنة. الشرط الرابع تستمر هذه الأعراض 6 أشهر أو أكثر. والشرط الخامس والرئيسي بصراحة، يعني هذا أهم شرط من هذه الشروط عشان أنا أشخص فرط حركة وتشتت الانتباه، لابد يكون في تأثير سلبي على حياة الطفل أكاديميا واجتماعيا ووظيفيا جراء هذه الأعراض اللي ظاهرة عنده. لابد يكون في تأثير سلبي. إذا ما وجد تأثير سلبي، ما أقول إنه هذا الطفل عنده فرط حركة وتشتت انتباه، ما أحكم عليه أو ما أشخصه بهذا المرض. طيب إيش هي هذه الأعراض وإيش أهمها؟ نبدأ بأعراض تشتت الانتباه، بحيث إنه الطفل يصير من اسمه يعني متشتت، متشتت، يجد صعوبة في التركيز على التفاصيل ويرتكب أخطاء تافهة، مثلا في الواجبات المنزلية يرتكب أخطاء تافهة لا تليق بطفل في سنه مثلا إنه يرتكبها، أو لأشياء قد تعلمها مسبقا أكثر من مرة وسواها أكثر من مرة بشكل صحيح، ومع ذلك يرتكب فيها بعض الأخطاء التافهة. أبرز مثال نقوله مثلا زي الإملاء، لما الطفل عمره 9 سنوات أو 8 سنوات، في تاني ابتدائي في تالت ابتدائي، أبوه أو أمه يعلموا الإملاء في البيت، ينسى همزة، ينسى نقطة، ينسى أشياء المفروض إنه هو يعرفها، مثلا 1 زائد 1 يساوي 2، هو يقول 3، أو 4 زائد 5 يساوي 9، وهو يقول 8. يعني هو هذه الأشياء قد يعرفها وجاوب عليها وعداها في أولى أو تانية ابتدائي، فيجي تالتة ابتدائي يغلط فيها بشكل ما، ونسيت، لا لا نعم نعم 8 أو 9، بعدين يقول الجواب الصحيح، يتذكر يعني بشكل سريع جدا، ولكن هذه الأخطاء تصير متكررة. الشرط الخاصية الثانية إنه يجد صعوبة في مواصلة الانتباه عند أداء الأنشطة، التمارين، الواجبات في أي مكان. لنفرض إنه يتدرب سباحة، فمدرب السباحة يشتكي منه إنه ما قاعد يركز في التعليمات اللي أعطيه هي. يتدرب كرة قدم، كرة طائرة، كرة سلة، خصوصا كرة السلة من الألعاب اللي يعني تتطلب تركيز كبير جدا
سرعة حركة وسرعة بديهة ويلقطها وهي طايرة، وفهم الخصم وفهم الدفاع وفهم الهجوم. فهذه يعني تعليمات المدرب مهمة جدا. فالطفل لما يكلم المدرب يكون يعني يفشل أو يجد صعوبة في مواصلة الانتباه عند المدرب، ما ينتبه له ولا يسمع لكلامه بالشكل المطلوب. ولما توجه له الحديث بشكل مباشر كأنه ما قاعد يسمعك، كأنه مو ما قاعد يسمعك لأنه عنده مشكلة في السمع. لا، هو ما عنده مشكلة في السمع، قاعد يسمع بس لكن باله مشغول في شيء تاني، باله مشغول في شيء تاني. مثلا الأمهات دائما يوصفوا هذه الحالة إنه هو يكون بيتفرج تلفزيون مثلا وأنا ناديه ما يرد، أو أقول له جيب الشيء الفلاني، فلما يروح كأنه ما سمعني يرجع يقول لي إيش قلتي يا ماما، ما سمعت، عيدي الكلام اللي أنا قلت لك اللي قلتي لي هو قبل شوية. وهذا يجرنا إلى الشرط الرابع من أو العرض الرابع من أعراض تشتت الانتباه، إنه لا يتبع بدقة ما يقدم له من تعليمات، أو يفشل في إتمام الأنشطة. هو مو رافض أسوي الأنشطة لكن يفشل في إتمامها. طبعا لما أنا أقول لولدي روح المطبخ جيب ملعقة صفراء وافتح الدرج الثالث عشان تلقى سكينة حمراء وجيبها، هذه عملية أو أوامر فيها أكثر من تعليمات، فيها أكثر من أمر واحد. يعني أعطيه 3 4 أوامر في وقت واحد، يفترض من طفل عمره 7 9 سنوات إنه ينفذها، يفترض أحيانا من طفل عمره 7 سنوات إنه ينفذها. فلما يروح يسوي 1 من 3 أو 2 من 3 ويرجع يقول نسيت إيش قلتي وعيدي لي الأمر مرة ثانية، أو الأب يتوقع من ابنه إنه يقوم بعمل معين ويديه تعليمات واضحة لكن في الأخير يفشل في تنفيذها وينفذ جزء منها وينسى الجزء الثاني، أو حتى يعني يتم الأنشطة يخلصها، يبدأ مثلا يذاكر واجب أو يحل واجب الرياضيات، ينتقل منه لواجب آخر، أو يترك نشاط معين لنشاط آخر، خصوصا عند الكبار طلاب الجامعات مثلا وغيرهم، لما يكون عندهم مشاريع متعددة يترك مشروع ينتقل لمشروع آخر قبل ما ينهي المشروع الأول. هذه تظهر بشكل آخر هناك عند الكبار. فهذه من أعراض تشتت الانتباه المعروفة. الخامس إنه يجد صعوبة في تنظيم واجباته أو ما يسند إليه من أنشطة. هذا الطفل لما تقول له نظم نفسك، نظم غرفتك، رتب سريرك، رتب أكلك كل بالطريقة المعينة، استخدم الملعقة والشوكة أو غيرها، يحوس الدنيا. أو يفشل إنه ينظم نفسه بشكل جيد، ينجح مرة ويفشل مرة، ينجح مرتين يفشل 3 مرات، ينجح 3 مرات يفشل مرة، وهكذا يعني رايح وجاي ما بين هذه الأمور. يتردد في العادة في الاشتراك في أي نشاط يتطلب مجهود ذهني، أهمها المذاكرة. يعني لما أنا أقول لولدي تعال ذاكر، هذه معركة بالنسبة لي عشان أجيبه، عشان أقعده، عشان نقرأ 2 سطر من لغتي، وفي لغتي القطعة فيها 10 أسطر مثلا، لكن هو يا الله يا الله بالقوة يقرأ 2 سطر. فهنا نواجه مشكلة في إنه يتردد أو حتى يمتنع عن الاشتراك في أي نشاط يتطلب مجهود ذهني متواصل، القراءة، الكتابة، الحساب، العمليات الحسابية، حتى يقرأ يحفظ مثلا قرآن أو يحفظ نشيد معين أو يذاكر مادة معينة، أو يجلس مع المعلم الخاص عنده في البيت يبي يخلص بسرعة، يلا خلص خلص خلص، ويقعد يشكح مثلا التعليمات ويحل الأسئلة بسرعة بدون تركيز عشان يبغى يخلص. ليش؟ عشان في راسه يبي يخلص بسرعة عشان يروح يلعب مثلا بالبلاي ستيشن، أو عشان يروح يلعب كورة برا مع الجيران، أو والله في مباراة شغالة بين الهلال والنصر وهو يشجع الهلال أو يشجع النصر ولازم يبي يروح يتفرج هذه المباراة، فلذلك يبي يخلص بسرعة بأي شكل من الأشكال. بعض الأمهات يذكر إنه ابنه يبي يخلص بسرعة في الاختبارات عشان يبي يطلع أول واحد، بس يبي يطلع أول واحد لذلك ممكن يخلص بسرعة. فبالتالي يتجنب الاشتراك في هذه الأشياء اللي تسبب أو اللي تتطلب مجهود ذهني عالي، تركيز عالي، ويتجاوزها عشان يروح للحاجة اللي هو يحبها. الحاجة السابعة ينسى الأشياء، يفقد أدواته، الأشياء الضرورية اللازمة للواجبات اليومية المعتادة، مثلا الجو بارد، أمه لبسته جاكيت، راح المدرسة، على الظهرية الجو صار حار، فسخ الجاكيت، نساه في مكان ما، جاء البيت فين الجاكيت؟ والله ما أدري فين، نسيته ضيعته. طيب هل تتذكر فين حطيته؟
لا ما أتذكر. طيب نروح نسأل المدرسة، نلقى رمى مثلا في مكان ما في الحوش ولا في الفصل ولا في أي مكان، نسى أو نسى أقلامه أو نسى دفاتره أو نسى شنطته أو نسى جزمته. الله يكرمكم، أحيانا يجي ناسي جزمة ويجي بدون نعول، وين أشياءك نسيتها أو ضيعتها أو ما أدري فينها. طيب النسيان هذا يتعلق عادة بالأشياء التي بتكون بالنسبة له أقل اهتمام، يعني هو أصلا ما هو جايب هم الواجبات والمدرسة، فبالتالي لو نسي قلم أو ضاع منه مرسمة أو براية بالنسبة له الأمر عادي جدا، ما يهتم أصلا هو بالأمور، لكن هذه اهتمامات الوالدين هي أكبر. طبعا هذا يعطينا مستوى من الخطورة. طيب لو كان نسي شيء هو مهتم فيه، مثلا نسي جواله وهو دائما يلعب بالجوال، هذا مستوى آخر من الخطورة. النقطة الثامنة إنه يسهل تشتيت انتباهه بأي مثير خارجي. أي حاجة تمر من جنبه يتشتت. أخوه الصغير مر من جنبه يتشتت وهو بيقرأ، فلا هو تابع أخوه ولا هو رجع يكمل في المكان اللي وقف فيه في القراءة. نحن قاعدين نحفظ، ما أدري مين طلع صوت أو الباب اتسك بشكل ما، لفت هناك ونسي إنه هو قاعد يحفظ أو قاعد يكتب أو قاعد يشتغل أو قاعد يذاكر. كان أرسلناه يروح المطبخ وهو ماشي في الطريق، هو ماشي في الطريق في باب غرفة مفتوح، شاف لعبة معينة، راح للغرفة قاعد يلعب ونسي إنه المفروض يروح للمطبخ عشان يجيب الحاجة اللي طلبناه منها. يسهل تشتيته بأي مثير خارجي. ما ينفع يتشتت بدون وجود مثير، إذا تشتت بدون وجود مثير معناها هذا ما هو اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه. إذا تشتت بوجود مثير والمثير الخارجي هذا يثير اهتمامه يروح له، فبالتالي هنا هو يصير داخل ضمن أعراض تشتت الانتباه. طيب إذا تشتت هل يرجع للنقطة اللي كان فيها ويكمل المهمة اللي كان يسويها؟ نعم، هذا يعطينا بعد من الخطورة. إذا تشتت هل يرجع؟ لا ما يرجع، ولا يعرف هو فين كان ولازم يروح نعيد المسألة كلها من جديد. إذا هذا يعطينا مستوى أو بعد آخر من الخطورة. الأمر التاسع والأخير في تشتت الانتباه إنه يتصف بكثرة النسيان للواجبات اليومية، إنه ينسى كثير. يعني ينسى واجباته، ينسى أن المعلم كلفه بمهمة معينة، ينسى مشروع كلفه به أستاذه، ينسى مشروع كلفه به مديره في العمل، ينسى أوامر كلفته بها أمه، مثلا إذا رجعنا أبغاك تسوي كده تسوي كده، لكن للأسف ينسى بسرعة كثير من الأشياء. وخصوصا أشياء تكون مهمة بالنسبة له، وهذه كثرة النسيان بتأثر عليه سلبا، لأنه بتروح عليه مثلا درجات في المدرسة، بيروح عليه مسابقة يكون يشارك فيها راحت عليه، في إذا كان كبير بتروح عليه ترقية، إذا كان طالب جامعي بيسقط فيه مادة، يعني في تأثير سلبي أكاديمي أو يكون تأثير سلبي في حياته الاجتماعية. طبعا هذه الأعراض ناخذ منها تفاصيل ونسمع بالضبط من أفواه الوالدين إيش كيف يوصف كل عرض، وكيف هذا العرض ممتد في حياة الطفل ما بين البيت والمدرسة، طبعا هي أهم ركنين، بعدين نتجه لأركان الحياة الأخرى، زيارات الأقارب، المناسبات العائلية، المناسبات الوطنية، المساجد، المسارح وما إلى ذلك. طيب الآن ننتقل إلى أعراض فرط الحركة. العرض الأول من أعراض فرط الحركة إنه الطفل، يعني فرط الحركة اسمه فرط حركة، يعني الطفل يتحرك 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 بلا توقف. طيب إذا ما استطاع يتحرك يحرك أي جزء من جسمه، طيب إذا ما استطاع يحرك أي جزء من جسمه يهزهز، طيب ما في مجال إنه يهزهز، يبقى عنده شعور الحركة داخلي لابد إنه يسوي أي شيء، يعني شعور مزعج جدا. طيب ليش هو الطفل يتحرك؟ لابد انه يكون عنده هدف، فلا فرق الحركة بهدف من الحركة بدون هدف في اضطراب فرط الحركة او في اضطرابات اخرى. طيب فالعرض الاول انه نقول انه يتململ، يهزز يديه او رجليه، يتحرك على الكرسي، هذه كانت واضحة جدا قبل سنتين
عند كثير من الوالدين كانوا يشتكوا إن من أبنائهم أيام المنصة، أيام كانوا يجلسوا على المنصة، إنه ما يجلس على المنصة، يهزز رجوله، يتحرك في الكرسي، يحرك رجوله، يحرك يده، شوية يقلب يكب المرسمة، شوية يكب مقلمية الأقلام، عفوا يكب الأقلام في الأرض، ينزل يجيبها، يقعد ساعة عشان ينزل يجيبها، أو يجلس بالعكس رأسه تحت ورجله فوق، أو ما هو داري إيش يعني، متشتت بحيث إنه يضيع الدرس ويضيع المدرسة، المعلمة أو المعلم إيش يقول. أحيانا يقوم من الكرسي ما يبغى يقعد، يقوم من الكرسي ويغير مكانه أو يروح يجلس في مكان ما له صلاح به. يا ابني أجلس، المفروض إنك في هذه اللحظة تكون جالس في هذا المكان، لكنه هو عنده شعور يخليه ما أقدر أقعد. طبعا هو ما راح يقول أنا ما أقدر أقعد، لكن الشعور الداخلي هو اللي يخليه يقوم فيروح مكان ثاني. المنصة شغالة هنا، هو ينقز فوق الكنبة مثلا، يبي يتحرك، يبي يسوي نشاط عشان يفرغ طاقة. فهذه زي ما قلنا، الله لا يعودها، من أيام كورونا كانت واضحة، ومثال يعني مثال واضح ربما كثير من الآباء مر فيه، إنه الابن يترك مقعده. طيب غير هذه، نروح المسجد مثلا في خطبة الجمعة ما يجلس الطفل، أو في الصلاة ما يكون يعني ما يوقف وقفة خشوع، بمعنى إنه ما يحرك أطرافه، أو إذا جلس يعدل جلسته، في كل مرة يصير حركته مزعجة حتى اللي جنبه ينزعج من حركته، وهو غير قادر على التحكم في هذه الحركات. بعض الأطفال يتحرك بطبيعته، لكن لما تقول له أهجد، وقف، روق، يعني يصير قادر على التحكم فيها، لكن هذا تكون بزيادة بحيث إنه غير قادر على التحكم فيها، يجري ويقفز ويتسلق باندفاع في الأماكن التي تتطلب منه الهدوء. نفس الفكرة، هناك أماكن تتطلب منه الجلوس ما يجلس، طب أماكن تتطلب منه الهدوء ما يكون هادي. يعني في البيت كثير من الأمهات يشتكي إنه ابنه ينقز فوق الكنب، طيب لما نروح عند الجدة، حتى عند الجدة ينقز فوق الكنب، طيب رحنا سينما، حتى في السينما ينقز فوق الكنب، طيب رحنا مسجد، في المسجد ينقز، يجري، المفروض انك لا تجري، ابو هذا مسجد، هذا مكان كذا، رحنا المستشفى، دخل المستشفى، يجري في السيب، دخل الغرفة، يجري، دخل مدري فين، يمسك في الاشياء، فضول، حركة زايدة، وغير قادر انه يسيطر على نفسه، او يسيطر على نفسه بعض الشيء. طيب يجد صعوبة في الاشتراك، هذا العرض الاخر، انه يجد صعوبة في الاشتراك، صعوبة في قضاء اوقات الفراغ بهدوء. يعني اذا راح يلعب، الآن إحنا ذكرنا ياخذ بريك نص ساعة، ساعة، أروح ألعب، لما يروح يلعب لابد يسوي ضجة وصجة ورجة ويزعج الناس، لابد الناس كلها تعرف إني أنا قاعد ألعب، يا ابني أرخي صوتك، طيب يرجع يزعق تاني، يا بنتي لا ترفعي صوتك، طيب ترجع تزعق تاني، أو إنها تثير الأطفال اللي يلعبوا بلاي ستيشن، يزعق ويندمج مرة في اللعبة بصوت عالي جدا. إذا كان يلعب مع أصحابه صوته عالي جدا بحيث إنه أعلى من أصحابه، يصير الفرق واضح إنه هذا الطفل صوته أعلى من أصحابه التانيين، أو حتى لو في أحد تاني صوته عالي فهو يحاول يرفع صوته أكثر عشان يطلع صوته أعلى من الأطفال التانيين. فهو الأماكن اللي تطلب منه الهدوء ما يستطيع إنه يعني يحافظ فيها أو يلعب في أوقات الفراغ أو الأنشطة بهدوء. العرض التالي إنه يتحرك ولا يستقر في مكانه، كأنه غير قادر على التوقف، كأنه يتحرك بماكينة، كأنه يعني بعض الأمهات يوصفوا من يوم يصحى لين ينام ما يقعد، ما يقعد. طيب إيش يقعده؟ مثلا يقعد بالجوال ولا بالتلفزيون، هو هذا الحال الوحيد اللي يكون قاعد فيه. طيب لو ما قاعد يقوم تلقاه يتحرك، لازم يشوف له شغلة يسويها، ما يعرف يجلس كده جالس يعني هادي وساكن، لا، لابد انه يشوف له شغلة يسويها. طيب وبعضهم من الشدة ما يعني يتحرك ويلعب 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 إلين يغلب عليه النوم يطيح ينام. هذا واحد من أعراض الشدة. طيب العرض الذي يليه، انه يتحدث بكثره مفرطه، يعني بمعنى اخر يكون ثرثار، يتكلم اذا فتح موضوع يبي يتكلم ما يسكت، لو في كلام او حديث بينه وبين اصحابه هو يبي ياخذ اليد العليا في الحديث، وهو اللي يعرف كل المعلومات ويطلعهم هم اللي ما يعرفوا شيء، او اذا بيتحدث مع والدينه فيبي يسال مثلا سؤال، عندي سؤال، السؤال الأول كذا، جاوبوه،
السؤال الثاني جاوبه، الثالث جاوبه، الرابع، يقعد كل مرة يسأل سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال، ما يتوقف أو ما يشبع من المعلومات، أو يسأل ليش يصير كذا وليش يصير كذا وليش يصير كذا، وهنا يتجه برضو يصير لحوح في الطلبات، فهو يتكلم ثرثار لدرجة إنه ممكن يقاطع الآخرين، لو أبوه وأمه قاعدين يتكلموا يقاطعهم، لو أحد في المدرسة مثلا المعلم يقاطع المعلم، ما يستأذن عشان يطلب الكلام، ما يجد صعوبة إنه يرفع يده عشان يطلب الكلام عشان يستأذن، فلا بد يصير مثلا المعلم يزجره أكثر من مرة، أو والديه يزجرونه أكثر من مرة عشان يهدى، عشان يتعلم إنه يطلب الإذن بالكلام أو ما يقاطع الآخرين. ومن كثرة كلامه كذلك إنه حتى يجاوب يعني على السؤال قبل ما ينتهي السؤال. كم عدد حبات 17؟ طب حبات ايش؟ ما ادري. طب اصبر شوية علي تسمع السؤال، هو في راسه مثلا حبات الرمان اللي اكلها امس كانت 17، فهو توقع انه انت سألته عن حبات الرمان فجاوب 17. طيب يمكن انا ما بدي اسألك عن حبات الرمان، انا بسألك عن حبات كم حبة في نزرع، كم حبة تمر مثلا في الصحيح، أو كم حبة أي شيء تاني، أو ما عدد أي حاجة أخرى، لكن تلاقيه هو يحس إنه فاهم أصلا السؤال من قبل ما يسأل، فيندفع في الإجابة ويندفع في أشياء أخرى غير الإجابة، يندفع في التحرك، لو في حركة معينة مثلا اللي بيسويها يسويها باندفاعية، من الصعب عليه ضبط نفسه وضبط حركاته. واحد من أهم الأعراض التي تظهر عند اضطراب فرط الحركة هو يعني بالنسبة لهم تقريبا، إذا شبهناه بمنظورنا الكبار، كأنك تبى تقتله وقفه في طابور. يعني الطابور بالنسبة له هذه المصيبة الكبرى، أنا كيف أوقف في الطابور لين ينتهي عشان أوصل للشيء هذا اللي أنا أبغاه؟ طبعا هذا يعتمد الشيء اللي حيوصل له في الأخير هل هو مغري ولا لا. طيب قد ايش هذا الاغراء؟ هل مستاهل اني اوقف في الطابور ام لا؟ طيب احيانا يتحايل بحيث انه يسقط على واحد قدامه، او انه يجي اول الطابور ويدف الناس كلهم برا، زي مثلا في المقصف بعض الطلاب اللي عندهم فرط حركة ما يتحمل يشوف طابور اوقف عشان اشتري سندويتش، ليه؟ انا اروح اول واحد قدام كل الناس واشتري السندويتش وامشي. فهذه موجودة بشكل كبير جدا ونسمعها، وهذا يسبب مشاكل مع الطلاب اللي كانوا قبله، انتظامه في النظام أو تقيده بالنظام أو التعليمات يكون مرة صعب جدا. فأنت من يعني أنت لا توقفني في طابور حتى لو إني ما خلاص ما أبغى، أروح أسوي أي شيء تاني، أو لو مرة أنا أحب الشيء أوقف متململ أتحرك رايح جاي يمين يسار، متى أخلص يلا خلصوا بسرعة، ويدف ويرجع ويروح، الحركة تكون مفرطة شوية. يقاطع الآخرين تكلمنا عنها، يتخطاهم في الألعاب، برضو هذه من الأعراض الموجودة. طيب لو جينا كده ببساطة نستعرض أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه، نقول مين من الأطفال ما عنده فرط حركة وتشتت انتباه؟ مين في طفل طبيعي عايش في الدنيا ما عنده واحد من هذه الأعراض؟ كلنا نحن اللي الآن قاعدين يستمعوني في يوم ما ارتكبنا هذه الأعراض، ونحن أطفال أو حتى ونحن كبار. طب أنا هل أحكم على كل طفل ظهرت عليه أعراض فرط حركة إنه عنده اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه؟ الجواب لا. هل كل طفل ظهرت عليه أعراض تشتت الانتباه إنه عنده اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ برضو الجواب لا. إذا لازم أنا أفرق الحركة هذه جاية من فين، والتشتت هذا جاي من فين، لأن كل الناس عندهم تشتت وكل الناس عندهم فرط حركة، فمهم جدا التفريق. هل هذا التشتت وهذا وفرط الحركة صادر عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أم لا؟ عشان أقول إنه صادر عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لابد أن تتوفر فيه الشروط اللي قلناها. ومن أهم أهداف الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة لفت الانتباه. نحن ذكرنا في الجلسة الماضية في كيف ألعب مع طفلي، إنه الطفل يسوي أي شيء عشان يلفت انتباه والديه، حيسوي الخير أو يسوي سلوكيات سيئة عشان يلفت انتباه والديه. مصاب فرط الحركة وتشتت الانتباه الأفعال يسوي بزيادة عشان يلفت انتباه والديه. أنا عندي صعوبات هنا في التشخيص.
المفروض انه هذه الاعراض ما تختلط مع اي اعراض اخرى، لو عرفت اني اميزها عن باقي الاعراض تكون الصورة واضحة بالنسبة لي. لانه هذه معرفة مصدر فرط الحركة مهم جدا، لانه فرط الحركة يصدر عن اضطراب فرط الحركة وتشتت انتباه، ويصدر عن اضطرابات المزاج، يصدر عن اضطراب التوحد، يصدر عن اضطراب الهوس، يصدر عن اضطراب القلق، يصدر عن اضطراب الاكتئاب، واضطراب العناد الشارد، واضطراب الغدة الدرقية، والتشنجات، والألم، وغيرها من الاضطرابات العديدة. إذا صاحبت الطفل يصدر عنه أعراض فرط حركة، لكن هل بالضرورة إنه هذا الطفل هو فرط حركة وتشتت انتباه؟ الجواب ليس بالضرورة. إما إنه يكون عنده اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه وعنده اضطراب مصاحب، أو إنه عنده أعراض فرط حركة وتشتت انتباه لكن ليس لديه اضطراب فرط الحركة، وإنما اضطراب آخر. فهنا التحدي إني أنا أكتشف إنه اللي عند الطفل هذا هو اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه وليس اضطراب آخر. طيب إيش نسوي عشان نحل هذا التحدي؟ أول شيء دائما التشخيص لو تم من فريق عمل بصراحة بيكون بشكل جيد. فريق عمل عندي طبيب، عندي ممرضة، عندي أو ممرض، عندي أخصائي نفسي، كلهم يجتمعوا مع بعض، يتكلموا مع بعض، يتحاوروا. وأحيانا أحتاج تدخل من أخصائي تخاطب عشان يقيم الولد أو الطفل عشان يساعدني في هذا التشخيص. طيب أنا أعذروني، أنا ما راح أسمح بالأسئلة إلين نخلص، بعدين نستخدم يعني نستقبل أكبر قدر ممكن من الأسئلة. كده أنا خلصت الآن من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. أنتقل الآن إلى اضطراب التوحد. اضطراب التوحد هو يعني أو اضطراب طيف التوحد زي ما يسموه البعض. اضطراب شائع وكثر اللغط كثير حوالينه في الأيام الماضية وفي السنوات الماضية، وكل مرة قاعدين نشوفه بشكل مختلف، وكل طفل يظهر بشكل مختلف. لكن هناك علامات حمراء، علامات حمراء إذا شفتها على طفلي أنا لازم أشك إنه طفلي مصاب بالتوحد. أنا هذكر بعضها. أولا إنه يصير الطفل عنده استخدام محدود للتواصل الجسدي، مع الآخرين، التواصل الجسدي والتواصل اللفظي، يكون عنده استخدام محدود لهذه الإشارات، يكون عنده استخدام محدود لأنه يهز راسه أو يأشر بيده أو يتحرك بجسمه أو يرفع رجله، استخدام محدود. يعني الطفل في البداية، في بداية حياته، ما يتكلم كلمة كلمتين أو يطلع أصوات معينة أشباه كلمات، لكن يأشر بيده، يدق على، يصحي أمه من النوم، يطبطب عليها، أو يمسح أو يضم أو يحضن، أو هذه كل الأشياء هذه يسويها، يتواصل تواصل غير لفظي. طيب الطفل إذا بدأ تظهر عينه قاعد يتواصل تواصل محدود غير لفظي، فهذه علامة حمراء لابد إني أشك، ولابد إني أودي طفلي للتقييم. تأخر الكلام العلامة الثانية، تأخر الكلام، تأخر المحادثة، تأخر الدردشة، تأخر الكلام المناسب للسن المناسب. نحن ذكرنا أول إنه كل طفل له سن مناسب. في الجلسة الأولى سألت واحدة من الحاضرات، قالت طفلتي عمرها 3 سنوات عندها سكوت اختياري أو صمت اختياري. 3 سنوات صمت اختياري صعبة شوية، المفروض إنها تبدأ تتكلم. طيب إذا كانت الطفلة في عمر 3 سنوات ما تقول جملة من 3 كلمات، أو ما تتكلم نهائيا، أو ما تأخذ وتعطي، ففي مشكلة، في تأخر في الكلام، هذه علامة حمراء. أصوات غريبة وشاذة غير مفهومة يصدرها الطفل، والآباء اللي بيسمعوني الآن ويسمعوها من أبنائهم اللي مصابين بالتوحد يعرفوا هذه الأصوات جيدا. نسأل الله أن يشفي الجميع طبعا، لكن هذه الأصوات ليس لها معنى، وليس لها يعني الطفل لما يتكلم يكون عنده أشباه كلمات، يسقط حرف، يعني ما يعرف ينطق حرف بشكل جيد، التون أو النغمة حقت الكلام قريبة من نغمة الجملة العادية لو نطقها، لكن تجيني ما كلمات كده، أصوات ليس لها أي معنى، ويصدرها الطفل هو كده لحاله، ما بيكلم أحد ولا يوجه أحد ولا يتواصل مع أحد، فهذه علامة حمراء لابد إني أحذر لما أشوفها وأعرض طفلي على طبيب مختص. أو إنه طفلي يصير صوته واحد كأنه روبوت، ما له ما
له نغمات طالعة ونازلة، كلنا من نتكلم مرة الصوت يطلع مرة الصوت ينزل، وهذه طبيعة الحبال الصوتية والمقامات الصوتية المعروفة. فلما نيجي الطفل يتكلم بنغمة واحدة كأنه روبوت، معناها في عندي مشكلة. طيب الطفل يجيني ما عنده تواصل بصري، هذه علامة حمراء، ما يطالع نهائيا لما نتكلم معاه، او لما يطالع لحظه ويمشي، ما يلفت انتباهه شيء، ما اقدر الفت انتباهه باي حاجه. هذه كذلك من العلامات الحمراء. يتحسس من الاصوات العاليه، هذه من العلامات الحمراء. اي صوت عالي، صوت سيفون الحمام اكرمكم الله، صوت التلفزيون، صوت الاذان، صوت ماكينه الماكينه حقت الغسيل حقت الكنيس هذه، المكنسة الكهربائية، أي صوت عالي تلاقيه يغطي يده بأصابعه، يغطي إذنه بأصابعه أو يغطي إذنه بيدينه، هذه من العلامات الحمراء. إذا فقد الطفل أي مهارة لفظية أو غير لفظية كان اكتسبها ثم فقدها ما عاد يقولها، هذه علامة حمراء، لابد إني أودي طفلي للفحص وللكشف. لأنه الطفل لابد انه ينمو بشكل مستمر، يتطور بشكل مستمر الين يصير جاهز لسن المدرسه. فاذا وصلنا عند 4 5 سنوات المفروض يدخل الروضه، ومع ذلك ما يتكلم كويس او ما يعرف يدخل الحمام او 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 او، فعندي مشكله انا. او اتعلم كان يقول ماما وبابا وينادي اخوانه، الان صامت ما يقول ولا يعيد ولا يزيد، وفقد الكلمات ونسيها وفقد المهارات اللي كان يسويها، فهذه علامه حمراء. استخدام يد الآخرين للوصول إلى الأشياء أو للتعبير للأشياء أو لتنفيذ أشياءه، ما يأكل بيده، يجر يد أمه يوصلها إلى الثلاجة عشان تصب له مويه كمثال، هذه علامة حمراء. العلامات الحمراء كثيرة لا تنتهي، لكن أنا أحاول يعني أذكر منها الشائع: لا يشارك الألعاب مع الآخرين، ومنطوي على نفسه، ما يحب يلعب مع الناس، أو إذا لعب مع الناس ما يلعب بالشكل الملائم لعمره. بعض الأمهات يصف ابنه انه هو بيلعب مع الاطفال، يلعب وراهم اكثر مما انه يلعب معاهم، اجري وراهم، راحوا هنا راح، جو هنا جاء، مع انه عمره مثلا 4 سنوات، وكل الاطفال اللي معاه عمرهم 4 سنوات، لكنهم فاهمين اللعبه وفاهمين قوانينها ويجروا ويتخذوا قرارات، بينما هو وراهم راح وراح رجعوا رجع، فهو ما هو قاعد يندمج معاهم بالشكل المناسب، فهو مو مهتم بال 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 يعني بال يعني يبدو انه مهتم بالاخرين، لكن الاهتمام ليس مناسب لعمره. او هو ما يهتم بالاستماع من الاخرين، لما يوجهوا له تعليمات سوي كذا او شيء، لا تسوي، افعل، اترك، كانهم ما قاعدين يكلموه. طيب هذه من العلامات الحمراء بعضها، وهناك اخر لكن هذه ربما تكون اهمها او اكثرها من اكثرها من اكثرها شيوعا. فانا في اضطراب طيف التباعد يعني عندي عجز ثابت متواصل في التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي، سواء يعني في البيت، في المدرسة، مع الأطفال، مع غيرهم، عجز ثابت، عجز في التواصل والتفاعل الاجتماعي، ما هو قادر الطفل يتواصل بشكل جيد لا لفظيا ولا غير لفظيا، وعجز في التعامل العاطفي، ما هو قادر يتفاعل عاطفيا لا مع أمه ولا مع أبوه ولا مع غيره، ولا يشارك الألعاب ولا يعني يشارك الآخرين ألعابه، أو له حركات غريبة كده يسويها ما حد فاهمها، أو يصدر أصوات غريبة، أو لما أنت بتاخذ وتعطي معاه في لعبة معينة يتركك ويمشي كأنك ما كأنه ما سمعك، أو كأنه اللعبة هذه ما هي مستاهلة إنه يلعبها. انفصال تام عن التواصل الاجتماعي. طيب، وبالتالي يفشل في قراءة مشاعر الآخرين أو فهم تعابير الوجه، وفهم إنه أنا زعلان الآن أو فرحان أو متضايق، أو أنت لما أنت طالع فيه بعيون كده مثلا غضب، ما يعرف إنك أنت غضبان ولا تقعد، إيش أسوي لك أنا، يمشي ما يفهم أصلا. طيب، سلوكيات التواصل غير اللفظية، هو أصلا تلقى وجهه زي كأنه زي ما وصفت أحد الأمهات، قالت كأنه وجهه طين أو صلصال، ما يتحرك، ما في تعابير، ما في يعني الوجه دائما الابتسامة وحركة العين وحركة الخدود وحركة الشفايف تتناسق مع الجبهة، تتناسق مع حركة اليد، هذا وجهه كأنه لابس قناع، ما يتحرك، وما يفهم الإشارات، على قولهم القطة وهي طايرة، ما يلقطها وهي طايرة،
او عنده حركات خاصه به نحن ما نعرف فين جابها، يحرك يده بشكل غريب، يحرك فمه بشكل غريب، يحرك وجهه بشكل غريب، يعني تعابيره خاصه به هو. وهناك ايضا عجز في تطوير العلاقات والمحافظه عليها وفهمها كيف يتواصل مع الاخرين. اللي يصير يعني نحن زي ما قلنا، خليني اوقف شويه كده واستطرد في بعض الكلام. اول شيء كوالدين احب اطمنكم انه اضطراب طيف التوحد ما هو جنون، ولا هو نقص في القدرات العقليه، ولا هو فقدان عقل، وانما اضطراب في التواصل. اضطراب في التواصل ال 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 اضطراب في التواصل الجيد، او اضطراب في التواصل المناسب والملائم للسن. فأنا لما أتعامل مع طفل عمره 2 سنين أتوقع منه أشياء، ولما أتعامل مع طفل عمره 4 سنوات أتوقع منه أشياء، 6 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة. كل طفل له، أو كل شخص له مستوى من التوقعات. فلما أنا أجي ألقى عجز في التواصل معناه أنا عندي مشكلة لدى هذا الطفل. اضطراب طيف التوحد ما له علاقة بمستوى ذكائك، في ناس مستوى ذكائهم عالي جدا ومصابين بطيف التوحد، وفي ناس مستوى ذكائهم واطي جدا ومصابين بطيف التوحد، وفي ناس مستوى ذكائهم عادي جدا ومصابين بطيف التوحد. فبالتالي طيف التوحد مو اللي يحكمه مستوى الذكاء او نسبة الذكاء، لا، اللي يحكمه التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي. لذلك الطفل في السنوات الاولى من عمره يعجز عن كسب مهارات اجتماعية ومهارات تواصل اجتماعي ومهارات تكوين صداقات ومهارات تواصل بصري. لما نيجي سن المدرسة يفشل في تكوين علاقات ويفشل في التعلم، ويظهر عليه يصطدم بصعوبات التعلم، يصطدم بصعوبات التعلم. وحتى كذلك التعليم حتكون بالنسبة له مهمة صعبة جدا، لأنه قد ما نشرح، قد ما نعلمه، قد ما نحفظه سورة الفاتحة نكررها 20 مرة، تيجي بعد 5 دقائق كأنه ما كأنك ما سويت شيء. فهنا أنا عندي عجز كبير صراحة. طيب، هنمشي بسرعة على الصفات اللي أنا أحكم على أساسها إنه هذا الطفل عنده توحد. أول شيء يكون عنده حركات نمطية متكررة، يكرر الحركات بشكل لا ينتهي، يكرر اللعبة الواحدة بشكل لا ينتهي، ما يطفش ولا يمل ولا يشارك، ومستعد يسويها حتى لو 70,000 مرة. وبعض الأطفال يعني يلعب بشكل غير ملائم. يعني دائما الحاجة العامة عند الأطفال وهم صغار يصفصفوا الألعاب بشكل صفوف أو أعمدة، أو يجيب المكعبات يرصها فوق بعض على شكل عماير، تطيح يرجع يرصها تاني، تطيح يرجع يرصها تاني، تطيح يرجع يرصها تاني. أو تجيب لطفلة عندها مثلا اللي هو هذا لعبة المطبخ والصحون والشاهي، فتصب الشاهي وتشرب، تنزل تصب، تشرب تنزل الكاسة، تصب شاهي، تشرب تنزل الكاسة، تصب. فتصير متكررة بشكل كبير جدا، ملاحظ، غير ما له هدف، ما له هدف. طيب، يصير عندهم قلة كبيرة جدا في المرونة، تصل إلى درجة الصلابة أو القساوة. يكون عندهم أنماط طقوسية للسلام، يسلم بطريقة مختلفة، يتكلم بطريقة مختلفة، ينظر بطريقة مختلفة، يلعب بطريقة مختلفة. وإذا اختلف الروتين عليه، يعني مثلا نحن كل يوم نصحى الصباح نشرب حليب، إذا في يوم من الأيام ما شربنا حليب معناها قامت الدنيا وما قعدت. أنا هذه ألعابي أرصها بطريقة معينة، إذا في يوم أحد بالغلط جاء دفها أو اختلف الترتيب اللي أنا دائما أسويه، تقوم الدنيا وما تقعد، صراخ وزعيق وغضب وتكسير وكده، ومن الصعب إرضائه. طيب، فهو عنده جمود وعنده طقوس ما يقدر يتخلى عنها، أو من الصعب إنه يتخلى عنها، يتمسك بلعبة معينة، محل ما يروح اللعبة هذه ماسك فيها. دائما يقولون إلى الألعاب اللي دائما يميلون الى الالعاب اللي فيها مثلا ملمس ناعم زي الدببه والحيوانات المحشيه هذه، او يميل الى لعبه معينه يتمسك بيها ما يفلتها مهما كان، تصير في مصاحبته، في نومه، في خروجه، في روحته، في جياته، حتى لو كان ما بيسوي بيها شيء بس يمسكها كده خلاص، يمسكها ويمشي.
يصير عندهم مشكلة في الحواس يعني. وهذا يؤيد انه اضطراب التوحد له علاقة بشكل كبير في انه في جزء كبير منه عضوي، لكن الى الان لم يكتشف. وانه مثلا يجي بعضهم عندهم تحمل للالم غير طبيعي، يتحمل الام كبيره جدا، وبعضهم يعني يتحسس من الاصوات بشكل كبير جدا زي ما ذكرنا قبل شويه، بعضهم ما يحس بالحراره يعني يتلسع مثلا تنكب عليه قهوه شاهي ما يحس بالحراره، او انه يستجيب بشكل مفرط يعني زي مثلا يكون انتقائي في الاكل، يشم ريحه مثلا يشم ريحه اللوز على بعد كيلو، لو الاكل هذا فيه له لوز ماني ماكله، لو الاكل هذا فيه له مثلا لبن ما اكل اللبن، او يكون عنده تمسك على العكس تماما ما ياكل الا لبن واي اكل ابيض، لبن ابيض، زبادي ابيض، رز ابيض، مكرونه ما فيها لا صلصه ولا توم ولا اي اضافات، مكرونه بس كده بيضه، ولو تغير لونها ما ياكلها، لو جبنا له المكرونه اللي فيها الوان ما ياكلها، يحب المكرونه المدوره لو جبنا مكرونه طويله ما ياكلها. فالامهات يعانون في تجهيز الاكل لهم. طيب، تظهر الاعراض في فتره مبكره من النمو، يعني احيانا تظهر من سن من الولاده، بعضها تظهر من الولاده، وهذه تشكل تحدي الحقيقه في لكن في العادة تظهر من سنتين أو من سنة وثمانية شهور وفوق تبدأ تظهر بشكل أكبر. لذلك كثير من الآباء أحيانا يتهم التطعيمات، لأنه هذا السن سن تطعيمات، فيقول إنه ما كان ولدي ما فيه إلا العافية، أول ما أخذنا إبرة التطعيم اختلف. طبعا هذه شكلت تحدي علمي كبير جدا في حول العالم، هل التطعيمات هي اللي سبب التوحد أم لا؟ وآخر ما توصلوا إليه إن ليس لها علاقة، وإنما هو التوحد يظهر في هذه الفترة. طيب، أوكي. الحركة قد تكون زي ما ذكرنا في البداية، حركة عالية جدا، مثلا بعض الأطفال يدور حول نفسه، بعض الأطفال ينجز فوق السرير بلا توقف، بعض الأطفال يدور في الغرفة، بعض الأطفال يروح ويجي في نفس المكان بخطوات معينة ثابتة ما يغيرها حتى. طب انا لما اشوف هذا الطفل هل اقول عليه فرط حركه؟ ايش الفيصل انه هذه الحركه هي صادره عن فرط الحركه ولا صادره عن اضطراب طيف التوحد؟ زي ما قلنا قبل شويه انه فرط الحركه دائما له هدف. الا الطفل اللي عنده فرط حركه، اضطراب فرط حركه وتشتت انتباه، حركاته ما هي اعتباطيه، هو يسوي الحركه وفي راسه شيء، ما يسوي شيء بدون هدف. اما طفل التوحد تلقاه يسوي حركات واصوات واشياء، لما تيجي تدور ليش هو بيسويها ما في أي تفسير. طيب، وبالتالي في تأثير واضح على الحياة الاجتماعية، وتأثير واضح على الحياة المهنية، وتأثير واضح على الحياة العملية. التوحد نقول إنه كل طفل، أنا كده انتهينا تقريبا من التشخيص، من الأعراض اللي تظهر عند التوحد، عند طفل التوحد. لكن هناك يعني اختلاف في شكل التوحد من عمر، من سن لآخر، ولذلك وجود هذه الأعراض اللي ذكرناها أو أي منها في السنوات الأولى من العمر، لأنه حسب ما ذكر الدليل التشخيصي قال وجود هذه الأعراض في أي زمن من الأزمان حاليا أو في السابق، فلذلك أنا مستحيل أشخص طيف توحد بدون ما أسأل الوالدين عن الأيام الأولى في حياة الطفل. أحيانا أرجع إلى ما قبل الحمل والحمل، فترة الحمل وما صاحبها من مشاكل، وبعد الولادة وما صاحبها من مشاكل. قد يكون الطفل أثناء الولادة حصل عنده نقص في الأكسجين، قد يكون اختنق، قد يكون كذا، قد يكون اتنوم في العناية المركزة لسبب ما. فأنا مهم جدا إني آخذ تاريخ من ذيك الفترة في السنوات الأولى. وجود هذه الأعراض من البداية، الطفل اتأخر في الكلام، الطفل من البداية ما عنده تواصل بصري، ما يطالع، هذه كلها ضرورية إني أخذها من السابق أو الآن عشان أحكم بتشتت باضطراب طيف التوحد. إذا كبر الطفل وراح أول ابتدائي وما شخص، أو ما تم تشخيصه، أو شخص بطريقة خاطئة، إيش يظهر في المدرسة؟ صعوبات تعلم وعلاقات، ما عنده أصحاب أو عنده صاحب واحد، ما هو فهلوي، ما يفهمه وهي طايرة، ما يعرف اسم مدرسته، ما يعرف الفصل اللي هو يروحه، أستاذه سنة كاملة يدرسه ما يعرف اسمه حتى. فهي مشكلة في التواصل الاجتماعي. إذا كبر شوية
يصير نمطي معين، يعني على الثانوي مثلا يصير محدد في فكرة معينة، يتفرج الفيلم هذا 700 مرة وما يطفش منه، ولما نتكلم يتكلم عنه، ولما نجلس مع أصحابه وأصحابه ينتقلوا من موضوع لموضوع لموضوع، هو يرجع في نفس الموضوع هذا اللي قال لنا هو 700 مرة. يا أخي أنت فكنا، أنت ما عندك موضوع ثاني تتكلم فيه؟ هو يحاول ينشئ علاقات، بس هذه حدوده. طبعا أنا أتكلم عن هذا الشخص اللي ما تلقى علاج. وهكذا يعني الرسالة اللي بدي أوصلها إنه طيف التوحد يختلف من سن لآخر، ويختلف شكله حسب السن وحسب المرحلة العمرية وحسب شدة الأعراض لدى الطفل. إيش هي تحديات التشخيص؟ عندي تحديات عدة، تحدي عند الأهالي، وتحدي مع المتخصصين، وتحدي مع العلاج. التحدي عند الأهالي، الآباء كلهم وهم معذورون في هذا الأمر، إنهم يصابون بصدمة، والصدمة قد تكون كبيرة، إنهم يتقبلوا هذا التشخيص أو ينكروه، أو إنهم يعني يحاولوا يلفوا ويدوروا ويخفوا، لا ولدي كويس ما في له مشكلة. طبعا أنا لا ألومهم بهذا الشكل، وإنما يعني نتفهم هذا الأمر بشكل كبير جدا. ما في أحد يرضى إنه ولده تشوكه شوكة فضلا عن أن يصاب بالتوحد. الأهالي من يعني يعيشوا في بعض الأهالي يعيشوا في مرحلة إنكار قد تكون بسيطة وقت الصدمة، وبعضهم ما يبي يستعد، ما يبي يتقبل الصدمة، ما يبي يسمع إنه ولده في توحد، يحسب إنه التوحد أشبه بالجنون، أو التوحد أشبه بفقدان العقل، أو بينما التوحد ليس من هذا في شيء. بعض الأهالي يعني قلنا ما يتحمل الصدمة، يتحملها وبعدين يقتنع، والبعض لا يقتنع تماما، هو يفضل منكر طول الوقت انه لا ولدي ما في شيء، ولدي كويس، ولدي ما في شيء، انت اللي عندك مشكلة يا دكتور، انت اللي شخصت ولدي غلط. انا رحت لي زي ما يعني احد المغردين غرد وقال انه راح لدكتور ثاني وشخصوا شخص ولده اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه. انا ما عندي مشكلة في اني اخطئ، انا بشر وقد يكون تشخيصي خاطئ، ولكن إذا أنت الآن يعني إذا أنت سمعتني أو غيرك يعني من اللي يسمعني الآن، إذا ظهرت العلامات الحمراء عند ابنك، فالمفروض إنك تأخذ خطوات أكثر جدية. الخوف من الجهد المبذول مع الطفل طيلة حياته، لأنه الوالد يفكر أو الوالدين يفكروا إني أنا حتعب مع الولد هذا طول عمري، أنا كم باقي في عمري أصلاً عشان أتعب معه باقي حياتي؟ معناها اني انا ما راح استمتع مع في عمي في حياتي، معناها انه حيكون عالة عليا، معناها اني ما راح اقدر اسافر، ما راح اقدر ادخل، ما راح اقدر ارجع، ما راح اقدر انبسط. فلذلك يصير في تحدي في التشخيص، انه ما يتقبل التشخيص الوالدين. الخوف على مستقبل الطفل، هل طفلي راح يتزوج؟ هل بنتي راح تتزوج؟ هل بنتي راح تجيب ابناء؟ طيب ابنائها حيكونوا كيف؟ طيب هل زوجها حيقبلها؟ هل هي حتعيش حياة سعيدة؟ حتعيش حياة تعيسة؟ هذه من التحديات اللي نواجهها مع الآباء، وكل هذه سمعناها من أفواه الوالدين لما يستقبلوا تشخيص التوحد. يلوموا النفس، بعض الوالدين يلوموا نفسهم، يقولوا العيب فينا، نحن اللي في عندنا مشكلة، أو الزوج يتجه للزوجة يقول أنت اللي فيك المشكلة، أو العكس، الزوجة تتجه للزوج تقول أنت منك المشكلة. هذه من التحديات اللي تظهر لدى الوالدين، أو إنهم يروحوا يعني أكثر من طبيب، من شخص لآخر لآخر لآخر، ويلفوا على كل الدكاترة في المنطقة عشان إنهم ما يبي يتقبلوا، أو عشان إنهم يبغوا واحد يقنعهم إنه طفله ما عنده توحد. هذه صعوبات التشخيص من طرف الوالدين. نيجي لصعوبات التشخيص من طرف الاختصاصيين، والاختصاصيين يعني بها كل الاختصاصيين، أطباء أخصائيين وغيرهم. بعض ال يعني أول شيء قاعدة إنه التشخيص لابد إنه يصير من طبيب، والطبيب يكون مختص. الطبيب لابد يكون مختص، يعني انا ما اروح اشخص اضطرابات نمائيه عند طبيب نساء ولاده، او عند طبيب يعني مثلا باطنه، ما يتفقان. لا، فبعض الاختصاصيين يعني يشخص وقد يوصل معلومه خاطئه للاهل، وبالتالي يقعون يعني في حرج من هذه الامور. وبعض الأطباء يعني يوصف علاج، مثلا يشخص الطفل يوصف علاج ومع السلامة. طيب أنت وصفت علاج، يعني هل لما أعطي ولدي هذا الدواء حيروح التوحد ولا إيش؟ طب أنا أعطيت ولدي الدواء بس ما استجاب، ما تحسن، أو ظهرت عليه أعراض جانبية بشكل مبالغ فيه، إيش هذا اللي حصل قاعد يصير لولدي؟ أنا خليه على ما هو عليه أهون من إني أشوف ولدي
يتعرض لأعراض جانبية بهذا الشكل، وكلاهما له حق بصراحة. فيعني التشخيص لابد يكون من شخص متمكن أو طبيب متخصص عشان يعرف يشخص الوقت. بعض الاختصاصيين مثلا أخصائي نفسي أو أخصائي تخاطب، يعني هو ينظر من زاويته ويقول والله أنا ما أشوف في طفلك ما عنده توحد، أو أشوف طفلك عنده توحد. طيب لما طيب أنت الدكتور مثلا قال كلام عكسي، أنت تقول ما عنده بينما الدكتور قال عنده، أو أنت قلت عنده والدكتور قال ما عنده، طيب إيش الحل؟ الحل حقوله بعد شوية. بعض الاختصاصيين ما يعطي وقت كافي للأهل عشان يشرح لهم هذا الاضطراب ومستقبله وكيف يتعاملوا معاه وإيش العلاجات الحقيقية الصحيحة له. وهذا تحدي بصراحة يواجهه كثير من الأطباء، لأنه ما عندهم وقت كافي أجلس مع الطفل أو مع الأهل ربع ساعة ثلث ساعة وخلاص. طبعا هذا وقت غير كافي لإعطاء المعلومة الكاملة، أنا أحتاج أقضي وقت أطول. طب ما عندي وقت أطول، أنا عندي قائمة انتظار طويلة جدا ولازم أخلص. هذا برضو من التحديات اللي تواجه الاختصاصيين. بعضهم يعني يكون كده مرة مرح بزيادة، يقول ولدك ما يتكلم يا عمي مو مشكلة، أنا تكلمت لما كان عمري 7 سنوات، وأنا ولد عمي يتكلم لما كان عمره 10 سنوات. تأخر الكلام مشكلة كبيرة يا جماعة. لما أنا أقول ولدي تأخر في الكلام، ليش أتأخر في الكلام؟ يا عنده سبب عضوي يا عنده سبب نفسي. السبب العضوي في مشكلة في إذنه ما يسمع، في مشكلة في عصب السمع، في عنده التهابات متكررة في الأذن، في مويات متجمعة ما يسمع، فبالتالي لن يتكلم، ما هو قاعد يسمع طول السنتين عشان في الأخير يتكلم. طب إذا في مشكلة في السمع معناها ما راح يتكلم. طيب هذا من ناحية السمع. نيجي لناحية الكلام، فهي اللغة التعبيرية، إنه ما قاعد يطلع الكلام بشكل جيد، لسانه مربوط، في مشكلة في اللسان، في مشكلة في الأسنان، مو قادر يطلع الكلام بشكل جيد. فهنا تحدي. طيب والله سمعه كويس فحصناه ما عنده مشكلة، لسانه كويس ما عنده مشكلة، طيب ليش ما يتكلم؟ معناه عندي مشكلة. أنا كطبيب نفسي أول حاجة أحطها قدامي التوحد. لما يجيني أي طفل تأخر في الكلام لازم أحط التوحد. طيب ليش أنا مهتم بالتشخيص؟ ليش أنا مهتم بالتشخيص؟ خليني أنا كطبيب نفسي أشخصك توحد، وتدخل علاج مبكر وعلاج سلوكي وتعديل سلوك تحليل تطبيقي، وتدخل عند أخصائي السلوك وأخصائي التخاطب ويعطوك علاجات مكثفة وتدخل مبكر وتتحسن. لأني أنا عندي فترة ذهبية من 3 إلى 5 سنوات لابد إني أدرك فيها الطفل في هذه الفترة. طيب شخصته توحد وطلع تشخص غلط، خير وبركة ما في مشكلة، أهم شيء إني أنا عملت على تحسين مهاراته الاجتماعية والتواصل. طيب لو ما شخصته توحد، قلت له أنت عندك فرط حركة وبعدين طلع توحد واكتشفت إنه عنده توحد في سن 7 سنوات، أنا فقدت الفترة الذهبية للعلاج يا جماعة في هذه اللحظة. فبالتالي إيش أحسن؟ أحسن إني أقول إنه توحد وأدخله علاج وخليه يطلع غلط بعد كده ما في مشكلة، ولا العكس أقول لا مو توحد وبعدين يطلع توحد، وبالتالي أكون فقط جزء مهم جدا في تدريبه على مهارات كبيرة جدا. أنا من وجهة نظري خليني أخطأ وأقول إنه ولدك عنده توحد ولا يصير العكس، هذه واحدة. طيب من ناحيتي أنا كوالد إيش يهمني التشخيص؟ أنا كمتخصص أقول لك أنسى التشخيص ولا يهمك شيء ولا تفكر فيه، وهذه آخر يعني لعل نختم بهذا. ما عجبك التشخيص ما في مشكلة، تبى تشخص ولدك توحد شخصه توحد، تبى تشخصه فرط حركة شخصه فرط حركة، تبى تشخصه شيء ثاني ما في مشكلة شخصه شيء ثاني، أنا ما يهمني هذا. لكن هل ابنك عنده مهارات تواصل اجتماعية ولا لا؟ هل ابنك عنده مهارات لفظية قاعد يتطور في لغته اللفظية الاستقبالية والتعبيرية ولا لا؟ إذا كان الجواب نعم فالحمد لله رب العالمين، ما يهمني التشخيص. إذا كان الجواب لا فلا تهتبر للتشخيص، ولكن احرص إنه ولدك يدخل في علاجات عشان تحسن من هذه المهارة. أيا كان التشخيص مو مهم. النقطة الأخرى اللي أوجهها للوالدين، إنه لما أنا أعرف إنه ولدي عنده توحد، الله يعافينا وإياكم جميعا ويعافي أبنائنا وأبنائكم، أنا سقف التوقعات من ابني يختلف. يعني أنا لما أتعامل مع ابني وأتوقع منه إنه في الأخير يصير دكتور، غير لما أتعامل معاه وأنا أعرف إنه عنده حواجز تعيقه إنه يوصل للهدف حقه. فبالتالي سقف توقعاتي ينزل بشكل كبير جدا.
والمطلوب مني كوالد مو انا اقول لابني ذاكر 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 من بعيد، لا، او اني انا اطلع فوق واشده عشان يطلع معايا، برضو لا. المطلوب اني انزل لمستوى الطفل، انزل لما تحت مستوى الطفل ثم ارفعه شويه شويه. يفرق معايا كثير انا كوالد، واعرف انه ابني مصاب بالتوحد والمفروض اني اتعامل معاه بهذا الاسلوب، اني انزل لمستواه، بل انزل تحت مستواه ثم ابدا ارفعه شويه شويه. معناه انا اتفهم ايش كل تصرف يتصرفه، واحاول اساعده في هذا التصرف. اذا كان تصرف جيد ازيده جوده، واذا كان التصرف او السلوك سيء او هذا، فاني اساعده في تغييره. نظرتي راح تختلف كثير في التعامل مع ولدي. هنا احنا كملنا ساعه، اشكركم انكم تحملتوني اني يعني هذه الفتره الطويله جدا. اتمنى اني اكون وضحت الصوره بشكل كافي، وممكن نتجه للاسئله الان. شكرا دكتور حبيب، يعطيك العافية. دكتور حبيب، في شخص سألنا في الأسئلة التغريدات، كانت تقول إنه بنتها عندها نفس النقاط اللي شرحتها، اللي هي تقصد أعراض تشتت الانتباه، تقول إيش الحل؟ طيب أوكي، ما في مشكلة، ناخذ مجموعة أسئلة وبعدين نجاوب عليها كلها، يعني آخذ مثلا 3 أسئلة ونجاوب عليها مرة واحدة. تمام. طيب، في أحد عنده سؤال؟ إيه أنا لو سمحت. ألو ألو، أيوة. السلام عليكم، يعطيكم العافية، مشكورين. الله يعافيك. تفضل سامي. بالنسبة للتوحد، هل بإمكان إنه يكون نتاج تربية الوالدين؟ أحيانا تنشأة الوالدين ممكن تكون سبب للتوحد، اضطراب التوحد للطفل. سؤالي واضح؟ نعم، يعطيك العافية دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم ما أدري صوتي واضح؟ إيه نعم أستاذ حمزة، تفضل، واضح. طيب شكرا يا دكتور حبيب على هذه المعلومات، الله ينور عليك، نورتنا. بس أنا عندي سؤالين. السؤال الأول يتعلق بالتوحد. أنا سمعت والله أعلم يعني من آباء ومن جماعة بيقولوا إنه إذا الطفل كان يقعد على الجوال في سن 2 لـ3 لوحده طول الوقت ويتفرج الأناشيد هذه أو الرايمز اللي يسموها بيجي له توحد، يعني يا ريت لو توضح لنا هذه النقطة. السؤال الثاني يختص بطفل فرط الحركة. أنا والد للطفل عنده فرط الحركة، ف ايش نصيحتك؟ كيف اتعامل معه؟ هو الان في الصف الخامس ابتدائي، كيف اتعامل معه بخصوص اتحكم معه في الكمبيوتر، خصوصا السنه الماضيه واللي قبلها يعني الدراسه كانت عن طريق المنصه، وكان متشتت جدا 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 في الكمبيوتر، ما اقدر اعطيه كمبيوتر ولا ايباد عشان يسوي دروسه والى اخره. شكرا لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش أنا مش نسمع تاني من الأستاذ حمزة، إيش تقصد متشتت جدا في الكمبيوتر؟ يوضحها أكثر. طيب، بالنسبة للكمبيوتر يعني أعطيه اللابتوب عشان يسوي مذاكرته أو يجاوب أو يحل، يتشتت يروح يتفرج يوتيوب. طبعا أنا عارف كل الأطفال بيسووها، بس يعني بالنسبة للمعام اللي عنده فرط الحركة، إيش نصايحك له؟ بيفتح اليوتيوب، بيشغل مثلا أغاني، بيتفرج في مواقع، يتفرج يعني أفلام، كرتون، أي شيء. أوكي، وضحت الفكرة، وضحت الفكرة. ومعك دكتور حمزة أنا، الله يسعدك، شكرا. الله يحييك، الله يحييك دكتور، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حابة أشكركم جمعية أشراف ودكتور حبيب على يعني هذه النبتة الطيبة المهمة لكل الآباء ولكل الأمهات والمربين التربويين. صراحة يعني استفدت كثير واستمتعت بال يعني كانت ساعة جميلة جدا ومعلومات ثرية وقدمت بصورة مبسطة
أرقام جميلة، بارك الله فيك. أنا عندي يعني سؤال، هؤلاء الأطفال الذين هم مشخصوا في الصغر في الطفولة بالتوحد أو فرط الحركة وتشتت الانتباه، سيكبرون في يوم من الأيام ويصبحون في المرحلة الثانوية أو يدخلون المراحل الجامعية، وأكيد أنهم يعني سيحصلون على وظائف وسينخرطون في سوق العمل. السؤال، أنا ما الذي أعددناه لهؤلاء الأطفال في المستقبل؟ يعني هل في لوائح تخدمهم كبالغين، ولا خلاص بس الدعم والاهتمام حيكون لهم في أثناء فترة الطفولة؟ ليه؟ هذا السؤال اللي أنا دائما أقوله، لأنه في أطفال كثير أو أصبحوا بالغين الآن وفاتهم التشخيص، هم يعانوا الآن في حياتهم وقد يتعرضوا لمشاكل، أو مشاكل في علاقاتهم الاجتماعية، مشاكل في دراساتهم، مشاكل في اندماجهم في الحياة أو في الروتين اللي هو حق الوظائف وحق الدراسة وحق، أوكي. ويعانون لكنهم غير مشخصين. السؤال نعم هو، نعم أنا هل في حتى أنه يعني من خلال خبرتي، أنا واجهت كثير طلاب وطالبات سعوديات سعوديين وسعوديات في الابتعاث يعني مراحل عليا ماجستير ودكتوراه، ولم يشخصوا إلا في فترة الابتعاث، لما راحوا هناك اكتشفوا أنهم أصلا عندهم مشاكل نمائية وسلوكية، وهم يعني ديسلكسيا، توحد، فرط حركة، وتشتت انتباه، ما عرفوا إلا هم كبار في بلد الابتعاث. نعم فأكتب ما هي التوجيهات اللي ممكن، أو هل في لوائح تخدم هؤلاء في يعني في مرحلة البلوغ يعني؟ جزاكم الله خير، شكرا لك. طيب، جزاكم الله خير جميعا على الأسئلة المهمة هذه. السلام عليكم، خليني بس أجاوب على مجموعة وبعدين ناخذ أسئلة ثانية. يعطيك أنا العافية. هبدأ من الأستاذة سمية الأخيرة، سألت عن المستقبل وهل في لوائح أو قرارات. أنا المفروض إني أذكر هذا من ضمن كلامي، لأنه أول شيء عشان نشخص توحد أو نشخص فرط حركة يفضل إنه يكون التشخيص ناتج عن فريق عمل، يعني فريق متكامل يتضمن أخصائيين من التخاطب، من الأخصائيين النفسيين، وفريق من الأطباء النفسيين، وفريق من الأخصائيين اللي هم الأوتي اللي هم العلاج الوظيفي، وكلهم يجتمعوا، كل واحد يعمل تقييم من وجهة نظره، وبعدين هذول يجلسوا مع بعض ويناقشوا الحالة عشان يطلعوا في الأخير بجواب واحد للجميع. والجدير بالذكر قبل ما أقول هذا، يعني هذا الفريق المتكامل وجوده في مكان واحد بهذه الصورة هذا تحدي بحد ذاته. ناهيك أننا نجد من هذه التخصصات من هو متخصص في التوحد بالذات، يعني العلاج الوظيفي في كل مكان، لكن فين ألقى معالج وظيفي متخصص في التوحد؟ الأخصائيين النفسيين في كل مكان، يبالي أدور على أخصائي نفسي متخصص في التوحد، وهكذا. فوجودهم أو اجتماعهم في مكان واحد عشان يعملوا تقييم في وقت واحد هذا تحدي كبير بحد ذاته، ناهيك عن أنه أعداد المتخصصين قليلة جداً. كان في قرار ملكي صدر في العام الماضي 2021 في أكتوبر، بيوجه بإدراج فحص مبكر للتوحد في جميع المراكز الصحية الأولية أيام التطعيم. وكانت خطة وزارة الصحة إنه بنهاية عام 2022 حسب ما كان معلن طبعا، وهذا من المجلس الصحي السعودي، إنه كل المراكز في المملكة تقيم هذا النوع من الفحص المبكر. وفي يعني الفحص المبكر بسيط جدا وموجود باللغة العربية، مجموعة أسئلة تسأل من الممرضة للوالدين لمن يجيب ولدهم في التطعيم، فبالتالي نتساعد إننا نكتشف إذا في ملامح أو في علامات حمراء نوجههم مباشرة إلى المتخصصين. تطبيق، أنا يعني ما زال العمل جاري على تطبيق هذا الأمر، وإن كنت يعني أستطيع أن أرى قديش تطبيق هذا الأمر فيه له تحدي كبير جدا، أولا لنقص الكوادر وقس عليها الكثير، لكنه قرار ولائحة بصراحة مهمة جدا صدرت في وقت مناسب جدا، إنه تلفت انتباه الجميع إلى إنه
نبدأ نشتغل على مثل هؤلاء من بدري عشان نلحقهم من بدري، عشان نشتغل عليهم من بدري، عشان لا يقعوا في سؤال الأستاذة سامية، أنه الواحد لما يكبر أو سمية لما يكبر وبعدين يكتشف أنه عنده الاضطراب الفلاني أو المرض الفلاني، وأنا كيف ماشي طول عمري وأنا حاسس أنه في شيء غلط بس ما حد قال لي، والله أنا طول عمري أشوف ولدي وعارف أنه في شيء غلط، قلبي حاسس أنه في شيء غلط. واحدة من الأمهات قالت عالجت ولدي عند أخصائية تعديل سلوك 3 سنوات، بعدين قالت لها ولدي قاعد يتحسن بس في شيء قاعد يجره لتحت أنا ما أدري إيش هو. يعني في معاناة الناس قاعدة تعاني منها، وأنا أتفق في يعني هذا أمر واضح وجلي للجميع. هل في شيء في المستقبل؟ خلينا نحن نروح المستقبل الآن. الناس اللي الآن هم كبار وهم صغار ما كان أحد شخصهم بتوحد، تلقي البعض منهم ماسك له وظيفة مثلا لكن وظيفته هذه ما فيها اختلاط بالجمهور وناجح في وظيفته. البعض تلقيه متزوج وعايش مع زوجته على قد حاله وعلاقاته الاجتماعية محدودة جدا أو إنها منعدمة، يجي مناسبة يجلس في ركن ما يكلم أحد ولا أحد يكلمه. هذه الأشكال اللي دحين نشوفها هم اللي لما كانوا صغار كانوا مشخصين بالتوحد لكنهم ما جاتهم الفرصة إنهم يتحسنوا ويتعدلوا بشكل كبير جدا. فالآن العمل إنه من الآن نحن نبدأ نشتغل، نبدأ نوجد الفرص اللائمة، العمل كبير بصراحة على كل مستويات الدولة، الوزارات، المؤسسات كلهم، يعني كل واحد لازم يقوم بدوره من الدرجة الأولى إنه يكتشفهم من بدري. أعود للسؤال اللي ورد في التغريدة، إيش الحل في أعراض فرط الحركة؟ الحل إنه التشخيص المناسب أولا، ثانيا العلاج، والعلاج معروفة يعني يعني خطواته، وثالثا تدريب الوالدين مهم جدا في التعامل مع أبنائهم، كيف يتعامل مع أبنائه. وفي من ضمن العلاجات السلوكية حاجة اسمها تدريب الوالدين، برنامج تقارب اللي تقوم به جمعية إشراق، هذا جزء مهم جدا في تدريب الوالدين، كيف أتعامل مع ولدي اللي عنده فرط حركة أو عنده تشتت في الانتباه، كيف أساعد ولدي. والدور يقوم على الأم والأب معا، ما يقوم على أم بدون أب أو أب بدون أم، إلا طبعا في حالة إنه غير موجود، لكن أنا أتكلم في الأسر الكاملة لابد الجميع يقوم بدور معين. والعملية متعبة، أي نعم، لأنها عملية تربوية وطويلة وشاقة، لكن نتائجها بإذن الله عز وجل محمودة. ربما هذا يوجهني لسؤال الأستاذ سامي، هل التوحد نتاج تربية؟ أنت وضحت في سؤالك إنه أو اللي سأل بعدك الدكتور حمزة يقول اللي يقعد على الجوال ولا التلفزيون ساعات طويلة يصير عنده توحد. هذه مسألة جدلية علميا، هل التلفزيون هو اللي جاب التوحد ولا التوحد، ولا هو الطفل أصلا مولود بتوحد فبالتالي اتجه للتلفزيون وإنه يجلس على التلفزيون ساعات طويلة؟ أنا شخصيا أميل إلى الأولى، إنه الطفل إذا تفرج تلفزيون وأساسا ما عنده توحد لكن جلس على التلفزيون ساعات طويلة جدا من صغره من عمره 2 و3، هذا الطفل قابل إنه يتحسن إذا شلنا التلفزيون من حياته، ويعوض بسرعة، يعني خلال سنة مثلا يعوض كل المهارات أو معظم المهارات اللي فاتته في السنوات الماضية. راح يعاني من تأخر نعم، لكنه قادر على القيام بنفسه. هذا في حالة إنه هو أساسا اتولد طبيعي بدون توحد، وجاء التلفزيون خلاه ينحرم من الحياة الاجتماعية، فطول وقته 24 ساعة أمه عشان يعني تشتغل في البيت حطته قدام الجوال، أو أبوه عشان يخرج يكتفي من حركته الزايدة حطه أمام الجوال عشان يسكت ويتفرج وهم يقدروا يعيشوا حياتهم بالشكل اللي يناسبهم. لما نشيل التلفزيون ونعرض الطفل للحياة الاجتماعية مع مرور الوقت يرجع يكتسب كل المهارات. لكن لو الطفل أساسا عنده توحد فهو يميل إنه يجلس أمام التلفزيون ساعات طويلة لأنه ينعزل عن الناس. فحتى لو شلنا التلفزيون إذا صار فيه تحسن يصير فيه تحسن طفيف، أو إنه ما يصير تحسن أساسا، قد يكون التحسن بدرجات متفاوتة طبعا، لكن تبقى المشكلة في التواصل الاجتماعي تبقى موجودة. سؤال الدكتور حمزة الثاني إنه ولده فرط حركة وكيف يتعامل معه ويتشتت في الكمبيوتر. هناك طبعا يمكن أنا أجبت على بعض السؤال، لكن هناك الكثير من المهارات اللي تعلموها الوالدين عشان يتعاملوا مع أولادهم اللي عندهم فرط حركة. الحقيقة ما أقدر يعني أقول لك حاجة معينة، لأنه طفلك يعني كل طفل له
له قدرات، وتختلف من عائلة من أسرة لأخرى، وتختلف من طريقة تعامل الأب والأم مع أبنائهم. يعني أنت كيف تتعامل مع ولدك هذا، وكيف تتعامل مع الثاني؟ يمكن هو يشوف معاملتك مع الثاني بشكل مختلف، فهو بالتالي يعني يفرغ طاقته في المكان اللي هو يحس فيه نقص مثلا يعني. لكن تدريب الوالدين على التعامل مع هذه المهارات مهم جدا. أنا ممكن من الحلول السريعة أنا أجلس مع ولدي إلين ينجز دراسته وواجباته اللي في الكمبيوتر، بعدين خلاص يقدر يتفرج ولا يقدر يفتح يوتيوب أو غيره، أو إني أخليه يجلس يحل في وسط الصالة قدامنا ونحن نشوفه ويحل الواجبات في شكل معين ويخلص، وبعدين يقدر يسوي اللي بيسويه في الكمبيوتر. ممكن أنا أشجعه، يا أبوي أنت لو خلصت الواجب في 3 مثلا، في 5 دقائق أو في 10 دقائق، ووريتني وإجاباتك كلها صحيحة، راح أسمح لك إنك تتفرج أو تلعب بالكمبيوتر 15 ساعة، 15 دقيقة زيادة عن الوقت اللي محدد لك في اللعب، وهكذا. هذه بعض الحلول. أتمنى إنه أكون أجبت على أسئلتكم بشكل وافي. نأخذ مزيد من الأسئلة. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حبيب، الله يرضى عليك يبارك فيك، أشكرك، مساحة جميلة وثرية. أنا عندي سؤالين الله يعافيك. أنا عندي طفل توحد عمره 8 سنوات. السؤال الأول، إنه بدأ يعني يؤذي نفسه لما تجي نوبات الغضب، يعني ممكن يعض نفسه، ممكن لحد ما يطلع الدم أحيانا، أو إنه يسحب شعره لين يقطع شعره، يعني أصبح في نوبات الغضب يعني ما يحس، ما يشعر بنفسه أبدا. السؤال الثاني، هل فعلا، أنا مرة حضرت اجتماع أمهات أطفال توحد وجميعهم يقولون إن الله أعلم، يعني إن أطفال التوحد بعد سن البلوغ إنها تجيهم، الله أعلم، إن يجيهم الصرع، يعني أكثر أغلب الأمهات قالوا تجيهم نوبات صرع، تشنجات. فهل هذا يعني شيء يعني يمثل كل الأطفال، ولا هو طفل عن طفل، ولا كيف؟ الله أعلم. حتى مرة سألت الدكتور قال لي ممكن تصير، ممكن لا، ما غالبا لا يعني، بس أنا حضرت مرة في اجتماع أمهات أطفال توحد قالوا لي كلهم غالبا أطفالهم يجيهم الصرع بعد سن البلوغ. بس الله اوكي، يرضى عليك ويجزاك خير، شكرا لك. مو ظاهر عندي اسمك اذا تكرمتي. أم ثنيان. أم ثنيان. لم ام ثنيان. اوكي طيب. السلام عليكم. الو. ايوه تفضلي. السلام عليكم. اديك العافيه. السلام عليكم. لو سمحت دكتور، انا ابني شخص فرط حركه وتشتت انتباه وعدم تواصل بصري. اول حاجه بعرف هل موضوع الدلع له علاقه بالموضوع، وكيف اعرف اذا كان اتولد عنده توحد او اتولد طبيعي، وهل الأكل برضو بيقولوا السكريات والحليب العادي اللاكتوز والأشياء دي لازم توقف، هل هذا صحيح ولا لا؟ والعيش. كم عمر ابنك؟ 7 سنوات، تاني ابتدائي. 7 سنوات. كيف عدى ما أعرف، بس الحمد لله. أظن طيب عشان اسمك، خاطر لأنه مو ظاهر اسمك عندي هذا. برضو لمياء باحفظ الله. لمياء لمياء. حسن باحفظ الله. أي اوكي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. الو. وعليكم السلام، تفضلي. دكتور، أنا ولدي تشخص تشتت انتباه وفرط حركة، والدكتور أعطيته علاج، وصراحة ما أعطيته، واحدة نصحتني قالت لي خذي له اللي هو أوميجا 3 وزي كذا، ففعلا فعلا فرق معي يعني بالنسبة للتشتت، لدرجة إني دخلت يعني روضة اللي هو KG1 و2، الحمد لله يعني درجاتها جدا ممتازة وكذا. بس المشكلة في ولدي إنه كان متعود من هو صغير، يعني من جبت، لأن هو وحيدي، إنه يقعد على التلفزيون واليوتيوب، فيحاول هو يتكلم بس اللهجة، عرفت، نفس لهجة اليوتيوب، يعني اللي هو شوي كوري شوي إنجليزي شوي هندي، يعني تقعد ما تحاول تسولف معه عادي، بيحاول يسولف معك بس اللهجات تطلع مختلفة. هل تنصحني إني أروح يعني على طول للتخاطب، ولا أرجع أشخصه من أول وجديد وأشوف العلة اللي فيه؟ اوكي ناخذ برضو. معلش، مين اللي كان يتكلم؟ ما ايش؟
أم سلمان. أم سلمان. أوكي. ناخذ برضو سؤال آخر. سلام. وعليكم السلام، تفضل. ابني عمره 7 سنوات، شخص بتوحد ويعاني من تشتت في الانتباه والقليل من فرط الحركة. سؤالي اللي أسأله، طفولته كانت طبيعية لغاية 3 سنوات، كان طبيعي والآي كونتاكت حقه ممتاز، يناظرنا بدون تشتت، استخدم الجوال بشكل كثير مثل أخواته اللي أكبر منه، كان الأمر طبيعي يعني. مع الأسف مثل ما تفضلتم وذكرتم، إحنا لما نبغى نسكت الطفل في مطعم أو في طائرة أو شيء نعطيه الجوال، استخدامنا الجوال مثل أخواته الأكبر منه. في السنة الرابعة فجأة انتبهت إلى انتكاسته في التخاطب، تشتت الانتباه، حركة عينه غريبة. في البداية رحت جلسات تخاطب بدون تشخيص، كانت طبيبة التخاطب أو الأخصائية تقول إن الولد ما في توحد أو شيء، الوضع طبيعي، إنه نسبة تأخر التخاطب عند الذكور كثيرة. لما طلعت عنده حركات نمطية عرضت وشخصته مرة ثانية وقالوا لي إنه في توحد. السؤال، هل في شيء غير سلوكه مثلا؟ أنا مثل ما قلت لكم 3 سنوات كان الطفل طبيعي جدا، فجأة الكلمات اللي كان يكررها انتكست، اختفت، صار صامت، ما يحب يتكلم، ما يحب يتواصل، ولجأ إلى العزلة. هذا سؤالي. أوكي، نين معايا بس اسمك لو سمحت. محمد. محمد، طيب شكرا لك. لا. طيب نبدأ في الإجابة على دكتور، ممكن سؤال وأخير معلش يعني هناخد من وقتك شوية. بس سؤال وتنويه. السؤال انه يعني ابغى من يعني خبرتك، هل مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه وراثي ام لا؟ وفي نفس الوقت انا بس ابغى انوه لكل الاباء والامهات اللي عندهم اولاد عندهم فرط حركة وتشتت انتباه، حسب قراءتي وشوف والى اخره، هم اذكياء ما شاء الله تبارك الله، اذكى من الناس الطبيعيين، يحبوا الرسم ورسامين وموهوبين بالفطرة، الله يحميهم، لكن بس يبغى لنا الصبر يعني عليهم، الله يعيننا بس هذا. وأشكرك يا دكتور. حياك الله. طيب، أم ثنيان تقول ولدها 8 سنوات يؤذي نفسه لأنه يطلع دم وعنده نبضات غضب يسحب شعره، ممكن يؤذي نفسه بهذا الأمر. هي ما ذكرت سؤال واضح لهذا الأمر، لكن أنا أعتقد أن في هذه الحالة لابد أننا نتدخل في نوعين من أو 3 أنواع من التدخل. النوع الأول دوائي لتخفيف هذه النوبات، ويصير مراقبته عن قرب لما نبدأ دواء لتقليل نوبات العنف أو نوبات الغضب أو إيذاء النفس بالذات. نستخدم أدوية، بعض الأدوية تساهم بشكل كبير في خفض هذا الأمر. هناك علاج سلوكي أيضا، بعض الأخصائيين يعني نشوف المنطقة اللي هو يضربها أو يعضها ويؤذي نفسه فيها، نحط عليها مثلا مرهم بحيث أنه إذا حط لسانه يتقزز من الطعم ويبطل، أو نربط يده بشاش أو نحط قلفزات بحيث أنه ما تتأثر من منطقة الشد وهكذا. إذا عصب نعطيه كرة مثلا، الكرة هذه الإسفنجية اللي يفرغ فيها نوبات الغضب، وهناك العديد بصراحة من الأساليب السلوكية اللي أخصائي السلوكي يقدر يوفرها بدراسة الحالة بشكل جيد، وبعدين يقترح عليكم بعض الأشياء اللي تستخدموها عشان تخففوا نوبات الغضب. سؤالها الثاني يقول هل بعد البلوغ يصير في نوبات صرع؟ الحقيقة ليس بالضرورة، إنه إذا كان مشخص بالتوحد يعني إذا كبر على عمر 16 سنة يجي صرع، هذا الكلام غير صحيح، إلا إذا كان هو عنده مشكلة عصبية، بؤرة صرعية، يعني تتوفر فيه أمراض الصرع، أعراض الصرع الأخرى أو مسببات الصرع الأخرى، يجي صرع وتشنجات. غير كده إذا كان هو يعني تشخيص الصرع تشخيص مستقل تماما عن تشخيص التوحد. الأستاذة لمياء قالت إنه
كان عنده عدم تواصل بصري، أو تسأل عن طفل ما عنده تواصل بصري، هل الدلع له علاقة بالموضوع؟ الجواب لو كان الطفل ما عنده توحد، فالمفترض إنه عنده تواصل بصري ودلعه، يعني يصير خليني أتخيل لك موقف من المواقف، هو يبغى حلاوة وإنتي ما أعطيتيه حلاوة، فيرخي عينه وما يطالع فيكي عشان يعرف إنك بتطالع فيه، لكن أول ما تطالع فيه يقوم، عفوا، أول ما تشيل عينك عنه هو يطالع فيكي، بيشوف هل تعطيه الحلاوة، هل الحركة اللي سواها يعني لفتت انتباهك بحيث إنك حزنتي عليه وأعطيتيه الحلاوة أم لا، ترجع تطالع فيه يشيل عينه مرة تانية. هذا الفرق بين الدلع اللي ما في توحد، أما إذا عنده توحد فهو ما عنده تواصل بصري أساسا، ما يفرق معاه والله طالعت فيه أو ما طالعت فيه، هو بيطالع في المكان اللي هو يبغاه، أو إنه يتجنب إنه يحط عينه في عينك. فالدلع ما له علاقة بظهور أعراض التوحد. السكريات، الحليب، النشويات ليس لها علاقة بظهور أعراض التوحد، وإنما هو اللي عنده توحد يصير يميل إلى نوع معين، أو يصير انتقائي في الأكل، ويميل إلى أنواع معينة من المأكولات ولا يختار غيرها، وإن كانت حليب أو سكريات أو غيرها. طيب، أم سلمان تقول أعطاها الدواء وما استخدمته، بعدين صاحبتها قالت لها أو سمعت من أحد الأمهات إنه أوميجا 3، وأعطت لابنها أوميجا 3 وأموره طيبة، لكنه يتكلم بلهجات مختلفة. أنا يعني التوصيات اللي تيجي من الأمهات هذه ما نقدر نعممها على الجميع، لأنه كل شخص له تجربة مستقلة، وأنا ذكرت كل إنسان جسمه يختلف عن الثاني، وكل عائلة تختلف عن الثانية، وكل طفل جيناته تختلف عن الطفل الثاني، فإلا نفع مع أوميجا 3 ليس بالضرورة ينفع مع الآخرين، وما في ليس هناك دراسات تقول إنه اللي ياخذ أوميجا 3 يتحسن في أعراض التوحد، وإنما هي تجارب شخصية يستخدمها البعض. لكن الغريب في الأمر، وهنا برضو محك، يعني أنا أعتبره من العلامات الحمراء برضو في التوحد، إنه الطفل يتكلم زي الروبوت، ذكرنا هذا الكلام، أو إنه يتعلم لغة إنجليزية، يتعلم لغة إنجليزية من يوتيوب. يعني أنا شوف بعض الأطفال يتقن اللكنة الإنجليزية 100%، يتكلم، مو بس يتكلم إنجليزي، يعني نحن كعرب لما نتكلم انجليزي يبان فينا اللهجة العربية، انا قاعد اتكلم انجليزي بالسعودي، واللي يتكلم انجليزي بالكويتي، واللي يتكلم انجليزي بالمصري يظهر، لكن هذا كأنه عايش وسط انجليز، فكيف اتقن هذه من الامور الشاذة الشواذ اللي تظهر على بعض اطفال طيف التوحد، انه يتعلم امه عربية وابوه عربي واخوانه عرب، كلهم ما في احد في البيت يتكلم انجليزي، بينما هو من يوتيوب اتعلم يتقن لهجة انجليزية، هذا الشاذ. فالشواذ هذول يعني إلى حد كبير يشك في أنهم مصابين بالتوحد، فنبحث عن باقي الأعراض الأخرى اللي تكمل لنا الصورة. يتكلم زي الروبوت، أو يقلد اللغة العربية الفصحى كأنه يتكلم زي يوتيوب، أو يتكلم زي البغبغان، أو يتكلم زي أصوات المذيعين والمذيعات اللي في قنوات زي الجزيرة للأطفال وغيرها من القنوات. طبعا ليس هذه دعاية للجزيرة للأطفال، لكن هي زي القنوات اللي كلها تتحدث عن أطفال، معروف إنه قنوات الأطفال تحاول تقلد أصوات معينة لتحبيب الأطفال للمشهد اللي ينظروا له، فهذا يقلد الصوت بالملي طبعا. وإذا كلمته بطريقة عادية ما يعرف يتكلم بطريقة عادية، أنت عشان تتواصل معاه لازم تقلد له هذا الصوت عشان يرد عليك، إذا ما قلدت له هذا الصوت ما راح يرد عليك. بعض الأطفال تناديه 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 ما يرد عليك، أول ما تغني الأغنية اللي هي الأناشيد الرايمز اللي ذكرها، people in the bus ولا it's a spider وغيرها، على طول يطالع، لأنه هذا من الأمور اللي هو تشد انتباهه. فأنا أول ما ألاحظ على ابني مثل هذه الأمور أعتبر هذا الأمر من العلامات الحمراء، وأجيب ابني للتقييم. الأخ محمد يقول توحد تشتت انتباه وفرط حركة، وكان طبيعي إلى سن 3 سنوات، وأعطاه الجوال زيه زي أخواته، ولكنه بعد 3 سنوات أو 4 سنوات فقد كل المهارات. طبعا شكرا لك يا أخ محمد على سؤالك، لأنك أكدت على معلومتي اللي ذكرتها قبل شوية، إنه في أي مرحلة يفقد الطفل أي مهارة من المهارات معناها هذه علامة حمراء للتوحد. والشيء الآخر إنه في العادة
مثل هؤلاء الأطفال إذا جينا ناخذ تفاصيل دقيقة في حياتهم ما قبل فقد المعلومات، إلا ما نجد بعض علامات طيف التوحد اللي لم ينتبه لها الوالدين، ونسألهم بدقة فنطلع بيها، ويصير هو طفلك من البداية مصاب بتوحد، وليس إنه انتكس فجأة على سن 4 سنوات. السؤال، هل سيتغير في المستقبل إذا وجد إن شاء الله المعالج اللي المتخصص اللي يشتغل عليه بشكل جيد، اللي يشتغل عليه بشكل جيد ويستهدف هذه الأماكن النقص أو أماكن الانتكاسة؟ إن شاء الله في أمل إنها ترجع، بس قديش ترجع؟ يتفاوت الأطفال في نسبة اكتسابهم للمهارات بعد فقدها، قد ترجع بنسبة 50%، 30%، 20%، 70%، تختلف من شخص لآخر. وأنا ذكرت لكم قبل في أثناء الكلام إنه في واحدة من الأمهات قالت بعد 3 سنوات من العلاج ابني في شيء قاعد يشده لورا. طبعا هذه الأخصائية عالجته على إنه فرط حركة وتشتت انتباه، اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه. لو كانت اشتغلت معه 3 سنوات وهي حاطة في راسها أو استخدمت الأساليب المعتبرة في علاج توحد، كان فرقت معاها بشكل كبير. هل الـ ADHD وراثي أم لا؟ الجواب في نسبة كبيرة وراثية، إنه الـ ADHD يعني يجري في العوائل. تلاقي الأب وأبنائه وأحفاده يعني، فهذا يشك يعني يعطينا نسبة كبيرة إنه هو يجري في العوائل، ولكن ليس لدينا يعني المعرفة الكافية بالجينات اللي تسببه. يعطيكم العافية. أعتقد إنه الوقت انتهى كده، ساعة ونص ولا يعطيك العافية استغلوه. دكتور حبيب. إي نعم، في والله طلبات أسئلة مرة كثيرة، ممكن إنه تنذكر تحت التغريدة هذه دكتور حبيب ونشوف. طيب أوكي، اللي عنده سؤال يحط في التغريدة، وإن شاء الله نحاول نرد على إن شاء الله أسئلتكم. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك دكتور حبيب، لقاء صراحة كان مرة مثري وجميل، ما قصرت، الله يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا لحضوركم. الصراحة أنا أعتبر فرحتي الكبيرة في مثل هذه الوجيهة الطيبة التي تحضر وتسمع وتناقش وتسأل. يعطيكم العافية، وإن شاء الله نحاول نجاوب على أسئلتكم بالقدر اللي يناسب، وكذلك إن شاء الله في لقاءات أخرى متجددة نشوفكم ونتكلم في مواضيع أخرى تسعدكم وتفيدكم بإذن الله عز وجل. إن شاء الله بإذن الله. شكرا مستمعينا الكرام.